أكثر حيوان سرسري وأزعر بالعالم. بياكل الأخضر واليابس، نمل، نحل، ثعالب، أفاعي، فيران، أرانب. ما بيوفر لا كائن يسير ولا طائر يطير. رغم حجمه الصغير إلا أنه أكبر مشكلجي وسرسري بعالم مملكة الحيوان، وما في حارة إلا ويسكرها بزعرنته. بيخوف الأضباع، النمور، التماسيح وحتى الأسود. جلده قاسي مقاوم للدغات والعضات السامة. مخالبه تحفر الأرض بعمق، وعنده فتحة شرج قادرة على التحرك، يطلق من خلالها رائحة تدوخ الحيوانات الثانية. مبدأ غرير العسل بالحياة، الحيوان والهجوم أفضل وسيلة للدفاع. لهيك بتلاقيه طول الوقت راكد ورا الأسود والنمور، ويعرف يسدد ضرباته بدقة محكمة، وغالبا بتكون على المنطقة الحساسة عند الذكور وتحت العيون عند الإناث. ولك دخيل ربك يا غرير، ما أنك شايف حدا ولا عندك كبير.